السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تحول حفل زفاف إحدى الولايات الجزائرية في الساعة الأخيرة إلى كارثة كبيرة جعلت السكان يهربون من منازلهم للأسف. وحسب وسائل إعلامية جزائرية، فقد تمكنت عناصر درك الوطني اليوم الثلاثاء من توقيف 3 أشخاص تسببوا في حرق أكثر من 10 هكتارات من المساحة الغابية بقرية تزروت ذرع الميزان بولاية تيزي وزو. وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإن الأشخاص 3 قاموا بإشعال الألعاب النارية ورميها وسط الحشائش والغابات على حافة الطريق أثناء حفل زفاف صديقهم، وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.